لأن البروستاتا مرتبطة بالجهاز التناسلي، بعض الرجال بيعتبر الحديث عن مشاكلها أمر محرج لأنها بالنسبة لهم مرتبطة بالرجولة. وهنا بتكمن الخطورة، لأن تأخير وإهمال علاج تضخم البروستاتا خطير جداً. نسبة إصابة الرجال بتضخم البروستاتا بترتفع مع تقدم العمر بعد سن 30. واحد من كل 12 رجل يصاب بتضخم البروستاتا في سن 30 للأربعين. ما بين سن 50 للستين النسبة بتوصل ل50% وبتتخطاها ل80% بعد سن 80. الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أمر غير محسوم، لأن الأسباب لا تزال غير معروفة، إلا أن الكشف المبكر يضاعف فرص الشفاء. أهلا بكم. النهاردة يوم شديد الأهمية، شديد الأهمية لأنه الموضوع طبعا عن البروستاتا، والبروستاتا واحدة من المواضيع الطبية المهمة جدا، ولأن النهاردة لقاء مع واحد من قمم جراحات البروستاتا، مش في مصر بس، في الوطن العربي، بل اسم عالمي كبير جدا في عالم البروستاتا. البروستاتا تحيطها الكثير من الخرافات، الكثير من الخرافات. واحدة من أكثر البرنشات الطبية والمواضيع الطبية التي في عقول الناس أفكار مغلوطة عنها، أو أفكار مش نقول مغلوطة 100%، لأن في الماضي كان بتحصل بعض المشكلات، لكن في الحاضر مع التقدم المذهل في جراحات التعامل مع البروستاتا الموضوع ده أصبح مستبعد تماما. من أشهر الخرافات، يعتقد أنه كان زمان وما زال في بعض العقول، أنك هتعمل جراحة في البروستاتا أيا كانت هذه الجراحة، أنت هتتعرض إلى ضعف جنسي. أنا هسأل ضيفي في هذه المنطقة، أكيد هسأله إيه المعتقد ده في عقول بعض الناس، ليه قد تتعرض إلى ضعف جنسي. ده الناس بتفكر كده. المعتقد الثاني، عندك تضخم في البروستاتا أو اتقال لك تضخم في البروستاتا، يبقى أنت بالتالي عرضة للسرطان. برضو هذا معتقد مشهور جدا في دماغ كتير من الناس، تضخم يا لهوي، وتلاقي العيلة اكتئبت، وده بيجر العقل إلى الأورام السرطانية. ودايما السؤال عند المريض، يعني أنا عندي ورم يا دكتور، أنا بقول لك أنت عندك تضخم حميد، إيه اللي دخل الورم في الموضوع؟ فده مشهور جدا في دماغ كتير من الناس. المعتقد الثالث معتقد مشهور قوي قوي، هتعمل لي جراحة في البروستاتا، أنت بتعرضني إلى أن القدرة الزوجية الإنجابية عندي هتتأثر. ده بعض الناس بتعتقد هذا الاعتقاد. برضو هنسأل في هذه المنطقة، أنه البروستاتا لما بتتعالج الذروة الجنسية بعد الجراحة بتتأثر، يعني اللي هو الأورجازم بتاع الرجل يتأثر. ده معتقد ثالث، هل ده حقيقي أم غير حقيقي؟ معظم هذه المعتقدات غير حقيقية بالمرة، وإن كان في أجزاء منها لازم نوضح، يعني لازم نوضح غير حقيقية بالمرة في إيد مين. برضو ده سؤال مهم جدا جدا، لأنه البروستاتا التعامل معها في يد المتخصص غير في يد غير المتخصص، أو غير القادر على استخدام التكنولوجيا المتقدمة المفيدة فيها. ده كلام هتفهموه النهاردة بالتفصيل. زي ما قلت لكم، النهاردة اليوم مهم جدا لأنه مع قيمة علمية كبيرة للغاية. أنا موجه له الدعوة بقالي سنتين، ودايما بتصل، لأنه طبعا أنا ليا الفخر أنه بالصداقة الجميلة دي، عشان أأكد على وجود هذه الدعوة. وطبعا أنا بقدر جدا الوقت والعمل الجهد، فأنا سعيد للغاية إن بقبول هذه الدعوة من واحد من قمم جراحات المسالك في مصر والوطن العربي، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الأكاديمي الكبير، الأستاذ الدكتور إنمار محمد حبيب، أستاذ جراحات المسالك البولية ومسالك الأطفال بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، زميل جامعة ماكيل بكندا، الاسم الكبير والصديق الحبيب. اهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور عيد، منورني وسعيد جدا بقبولك. ربنا ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك، يعني عارف حضرتك اخ وصديق، يعني ده شرف كبير يعني، وانت شرف لكل
طبيب مصري بجهدك والتقدم العلمي اللي اقدمته بالوطن العربي كله، معروف انت بتنزل من الوطن العربي لمصر عشان البروستاتا، فانت واحد من يعني من الاول ايه القبلات القدوم الى مصر في علاجات البروستاتا. ربنا يخليك، فشرف كبير لنا هذه الزياره. شرف لي ربنا. انا عايز ابدا طبعا هنبدا كلاسيكيا مقصود بالتضخم البروستاتا، لكن الاكاذيب دي هتيجي في الحوار او بمعنى اصح المعتقدات اللي انها مشهوره في دماغ كتير من الناس طبعا، فلازم نرد. انا لازم نفهمهم حقيقتها من الحقيقه والصواب والخطا. ايه المقصود بتضخم البروستاتا؟ تضخم البروستاتا هو زياده في الحجم نفسه بتاع النسيج بتاع البروستاتا. البروستاتا هي جزء من الجهاز التناسلي والجهاز البولي للرجل. مشكلتها انها ليها موقع استراتيجي، انها موجوده تحت المسان على طول، فهو مجرى البول بيعدي من خلال البروستاتا، فما بيحصل اي تضخم او اي زياده في الحجم بتاع البروستاتا فدوت بيأثر على الطريقه اللي الرجل بيبتدي يتبول بيها، وتبتدي بعد كده المسانة تتفاعل للتأثير بتاع البروستاتا. فهو التضخم هو زياده في الحجم بتاع البروستاتا او الانسجه اللي موجوده بتاعه البروستاتا تتغير الطبيعه بتاعتها من انسجه غدديه لانسجه ليفيه، تخنع عنق المثانه فيبتدي يحصل اعراض. فهي حاجه طبيعيه بتحصل مع السن، زي ما شعرنا بيبيض مع الوقت هي البروستاتا بتكبر، فبالتالي التضخم بتاع البروستاتا هو عرض من اعراض التقدم في السن وليس مرض، فهي حاجه عاديه زي يعني دي بروسيس اوف ايجينج، حاجه عاديه خالص بتحصل مع السن ملهاش علاقه باي حاجه خالص، اي راجل هيعدي فيها، انما مش كل الرجاله لازم يحصل لهم مشاكل من التضخم بتاع البروستاتا. يعني مش انا اول ما البروستاتا بتاعتي كبرت يبقى انا لازم هيحصل لي مشكله، لا، البروستاتا هتكبر زي شعري ابتدى يبيض، ابتدت عضلاتي تضعف شويه، قدراتي تقل سنه صغيره، دي حاجه عاديه مفيش فيها مشكله خالص. زي ما احنا بنقول الشعر بيبيض البروستاتا بتكبر. بالظبط، يعني حاجه كلاسيكيه. بس في ناس المساله بتبدا عندهم بدري شويه، ايه العوامل؟ مش هنقول الاسباب لانه المساله واضح ان هي بتحصل على طول، يعني هي مفيش حاجه لغايه دلوقتي فسرت هو التضخم بتاع البروستاتا بيحصل لايه، غير حاجه واحده انها ليها علاقه بتعرض الانسجه بتاعه البروستاتا بهرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون اللي بيطلع من الخصيتين. بتفرق من واحد لواحد على حسب طبيعة النسيج بتاع البروستاتا، هو اللي هو نسيج غدد أكتر، هل هو نسيج متليف أكتر. فالطبيعي إن احنا نبتدي نشوف تضخم بعد سن 45-50، وإن كان بنلاقي ناس أقل من كده من أول 40 يبتدي يحصل لهم أعراض وتضخم. في الأغلب التضخم أو الأعراض لما بتحصل في السن الصغير بيبقى الشكل بتاع تضخم البروستاتا مختلف. احنا دايما بيحصل تضخم في عندنا 3 فصوص بيزيدوا، 2 في الجنب و1 في الوسط. الاعراض ما بتبتدي في سن بدري غالبا بيبقى الفص الاوسط ده هو اللي طلع، فكانه عامل ميكانيكال اوبستراكشن، عامل زي الصمام كده سده فبتقفل، وده اللي بيخلي استجابته للعلاج الدوائي اضعف وظهور الاعراض بتبان بدري. دايما كنا نقول ان الاعراض تضخم البروستاتا احيانا بتوصل لمرحله انها تخلي حياه الانسان بيسموها كده ميزرابل، يعني حياه بائسه جحيم، لان هو بتتغير الطبيعه. يعني احنا الطبيعي في السن الصغير ان انا اما يجي لي احساس ان انا عاوز اتبول، ممكن لو انا مشغول عندي اجتماع في عمليه سايق في مشوار طويل، مخي ممكن يكنسل الاحساس اللي جاي من المثانه فاقدر استوعب كميه بول اكبر. مع الوقت بسبب التضخم اللي حاصل والمثانة عمالة بتحزق أو بتضغط قدام الانسداد يبتدي طبيعة النسيج بتاع المثانة نفسه يتغير، فتبقى تحاول كأنها مثانة عصبية مش قادرة تحتمل كمية بول كتيرة، فيبتدي العين يتردد على الحمام كتير. أما بيجي إحساس الزنقة بتاع البول ما يقدرش يوقفه فلازم يجري على الحمام عشان يخش، ولو منع الإحساس دوت ممكن تفوت منه نقطة، يبتدي بالليل يصحى كتير. في ناس بتظبط الساعة على الصحيان، أنا بصحى كل ساعة ونص لأن المثانة مش قادرة تستوعب كمية البول الكبيرة الموجودة. ممكن المثانة ما تفضيش فدايما عنده إحساس إنه لما دخل فضة لا المثانة لسه مليانة أنا ما فضتش، فده يخليه يحصل يبقى عنده مضاعفات. دي بتحصل مع الوقت ما بتبديش من الأول، لو أي بول راكد في المثانة ما بينزلش يبقى احتمال يحصل عليه التهابات وصديد أكتر، يترسب الأملاح الموجودة فيه ممكن تكون حصوات، ممكن المثانة لو مليانة تأثر على قدرة الكلى أنها تفضي البول يبتدي يحصل تضخم في البول، بعد تضخم في الكلى بعد كده ممكن وظائف الكلى كمان تعلى، أو أن يحصل لنا نزيف
واخر حاجه خالص ان احنا ممكن يحصل لنا احتباس. طيب المريض اللي بيشتكي من المشاكل دي كلها هيجي نعمل له ايه للتشخيص؟ التشخيص بتاعه دايما بيبقى ان احنا بناخد هيستوري او التاريخ المرضي ليه، نعرف ايه اللي تعبه اكتر، هل هو عنده حاجات اصلا ممكن تدينا اعراض مشابهه لاعراض التضخم بتاع البروستاتا. لو مريض سكر مثلا بيخش الحمام كتير، فلازم مش لازم ده يبقى عنده بروستاتا. مريض عنده مشكله في الاعصاب، عنده مثانه عصبيه، فاحنا لازم الاول ننفي الاسباب بتاع التضخم بتاع الاسباب اللي تدي اعراض مشابهه للتضخم بتاع البروستاتا. لو نفينا الكلام ده نبتدي نشوف بقى عدد مرات الدخول، اندفاع البول بتاعه ضعيف ولا لا، هل بيحتاج يحزق عشان يتبول، بيحس انه فرغ ولا لا، هل في تبول ما بيتحكمش فيه يعني البول بيسبقه او لا. بعد ما ناخد تاريخ مرضي او هيستوري منه نبتدي نعمل له شويه فحوصات. الفحوصات دي طبعا في فحوصات معمليه، نعمل بي اس اي وده مهم جدا عشان ده هيرد على سؤال بتاع حضرتك اللي هو هل احنا تضخم ده تضخم حميد ولا ده تضخم ورم سرطاني. نعمل تحليل بول نتاكد ان احنا مفيش عندنا صديد، لان التهاب المثانه يدينا اعراض زي اعراض التضخم. طمن على وظائف الكلى. بعد كده نبتدي نعمل فحوصات للبروستاتا نفسها، بنعمل سونار على البطن والحوض نشوف المثانه بتفرغ ولا ما بتفرغش، بنعمل فحص اسمه اندفاع بول، العين بيتمر المريض بيتبول جوه جهاز بيرسم لنا شكل التفريغ بتاع المثانه والكيرفات علشان نقدر نحول الكلام اللي هو بيقوله من حاجه احنا الاثنين سامعينها لحاجه احنا شايفينها ونقدر نحكم عليها، وبعد كده نتابع بيها سواء احنا قررنا اي طريقه من طرق العلاج. وطبعا لازم نفحص البروستاتا فحص شرجي مع البي اس اي بيدينا نتيجه ده تضخم حميد ولا لا، وبنعمل سونار من الشرج على البروستاتا بنشوف الشكل والحجم والتوزيعه بتاعت التضخم شكلها ايه، وننفي او نثبت وجود اورام سرطانيه في البروستاتا. ايه طرق العلاج بقى؟ يعني احنا دايما بنسمع عن اساليب وكل مدرسه او كل جهه بتتكلم عن الاسلوب الجراحي بتاعها بشكل من التمسك بيه. هو الاساس في العلاج بتاع التضخم البروستاتا هو علاج دوائي وليس اي تدخل جراحي. يعني مش اول ما جالي اعراض تضخم انا هجري اعمل عمليه، لا خالص، العمليه دي اخر حاجه خالص. فاحنا في الاساس بنعدل شويه من طريقه ممارسه العيان لحياته، يعني نطلب منه ما ياخدش حاجات مدرات للبول بالليل، ما نشربش شاي او قهوه، برتقال، يستفندي، الحاجات اللي بتعمل اضرار للبول بالليل لا، فنغير شويه من طبيعه حياته، ما نمسكش البول فترات طويله. بعد كده نبتدي نخش على الادويه اللي بتريح القشره الخارجيه للبروستاتا فتقلل الضغط على مجرى البول. الحاجه الثانيه ان احنا ناخد ادويه تهدي المثانه شويه علشان سرعه التفريغ، عدم تحمل البول فتره طويله. الادويه حصل فيها ثوره، فاحنا بقى العيان عشان نوصل لمرحله ان احنا محتاجين تدخل بيستنى وقت كتير، فده اللي خلانا ابتدينا دلوقتي نبتدي نشوف احجام بروستاتات كبيره، لان كان زمان العلاج ما كانش احسن حاجه وكان ليه مضاعفات، فكان العيان اول ما يبتدي يحصل عليه مضاعفات بنروح للتدخل الجراحي على طول. دلوقتي الادويه عشان بقت احسن بقينا نمشي فتره اطول على العلاج الدوائي، فبقينا نشوف العيانين في سن اكبر وفي حجم بروستاتات اكبر. الطرق الفهرس بتاع ايه لو احنا عدينا كده الاساليب العلاج؟ كان عندنا طرق تقليديه زمان موجوده اللي هو كان على حسب حجم البروستاتا، دي جايد لاينز العالميه اللي احنا بنمشي عليها. حجم البروستاتا لغايه 60 80 جرام كان ممكن تتعمل بالمنظار العادي، ممكن تتعمل بثنائي الاقطاب، ممكن تتعمل بالتبخير. لو بروستاتا اكبر من 80 جرام كان العلاج الكلاسيكي ليها ان احنا نعمل تدخل جراحي تقليدي. دي بتبقى عمليه فتح، بنشيل التضخم بتاع البروستاتا باستخدام صبعنا، بيبقى لها شويه مضاعفات، نزيف، بنحتاج نقل دم، بنركب قسطره ودرنقه فتره طويله، فعشان كده ما بقاش هو ده العلاج المميز يعني. وان كان هو ده اللي كان الجولد ستاندر زمان في البروستاتات الكبيره، فابتدينا نشوف ليها بدايل. فبقى البدايل ليها ان احنا نستخدم ليزر نفصل بيه الجزء المتضخم بتاع البروستاتا بدون كل المضاعفات دي، نوقعه جوه المثانه، نستخدم حاجه اسمها مورسيليتور نفتته ونخرجه. البروستاتات الصغيرة كان زمان العلاج التقليدي بتاعها هو المنظار العادي، كان الأول بنستخدم منظار بنوع محلول معين كان بيبقى له تأثير على القلب وعلى المخ، فعشان كده نقلنا لثنائي القطب اللي هو بنستخدم محلول ملح عادي فما يبوظش الأملاح والإلكترولايتس بتاعت الجسم. بس الاتنين دول ليهم أحجام بروستاتا محدودة، فعشان كده ما قلت لحضرتك إن احنا بقينا نشوف علاج دوائي فترة طويلة،
ابتدى اغلب البروستاتات اللي احنا بنشوفهم بقت احجام كبيره، فما بقتش مناسبه للتدخل دوت. فابتدينا نشوف التدخلات الثانيه الاحدث اللي هي ان احنا نستخدم الليزر بانواعه. عندنا مجموعه كبيره قوي من الليزر موجوده وكلها اتقارنت ببعضها، بس اللي نقدر نقول الجولد ستاندر او البنش مارك اللي احنا بنقارن بيه اللي هو الهولميوم ليزر، عشان قدرته على ازاله اي حجم من التضخم. يعني بروستاتا لغايه 500 600 جرام ممكن تتشال بالهولميوم ليزر بدون اي مضاعفات، ما نحتاجش نقل دم خالص، ما بنحجزش دم العيان. كان عيان اللي هيعمل علاج جراحي كان لازم تحجز له وحده او وحدتين دم احتياطي عشان في الاغلب هيحتاج. في الهولميوم ليزر ما بنحتاجش نقل دم، فبالتالي احنا ما بنحجزش دم للعيان، بنقدر نعالج اي حجم. يعني انا لغايه 600 جرام بروستاتا بنعملها، تاخد العمليه وقت اطول شويه، بس مقابل كده العيان بيشيل القسطره بتاعته تاني يوم الصبح، بيقعد في المستشفى ليله واحده، يخرج من تاني يوم من المستشفى بدون اي مضاعفات خالص. طيب ده الفهرس بتاعي، هنمسك حاجه حاجه. هبدا بالجراحه التقليديه. الجراحه التقليديه ايه الحاجات اللي كانت تحتاج الى جراحه تقليديه؟ الجراحه التقليديه كنا بنحتاجها لو مريض بروستاتته اكبر من 80 جرام كان بنعملها، لو كان مصاحب ليه حجم حصوه موجوده في المثانه كبير، ده كان الاثنين انديكيشن ان احنا نحتاج تدخل جراحي. ده في الفتره جراحة تقليدية. نفتح بقى فتح بطن، نفتح المثانه، نستخدم صباعنا في ان احنا نشيل الجزء المتضخم، نعمل باكينج، نحتاج نقل دم، نركب قسطره ودرنقه فتره طويله. غالبا العيان بيقعد في المستشفى من اسبوع ل 10 ايام لغايه لما يشيل القسطره والدرنقه ونطمن ان هو كويس بنسبه 50-60% هيحتاج نقل دم. خلال الفتره دي هو موجود فيها في المستشفى، وطبعا هياخد فتره مثلا شهر شهرين بعد العمليه عشان يتعافى من الجروح. كان عندنا مشكله كبيره جدا في العيانين اللي بياخدوا ادويه سيوله، مش هتقدر تعمل لهم عمليه جراحيه. عيان عنده سكر ومش متظبط ممكن يحصل له انفكشن في الجرح بتاعه ويبقى عنده مشاكل في الجرح، فكانت عمليه بتدي نتيجه فعاله جدا، بس مقابل كده عندنا مضاعفات كتيره جدا كانت موجوده. مضاعفات وموانع كتير. بالظبط كده. العمليه دي اللي بتتعمل جراحه تقليديه بتتعمل في الاماكن اللي مش متوفر فيها الطرق الحديثه، يعني حتى الجايد لاينز موجوده، هي لسه موجوده العمليه دي، بس محطوط لها شرط واحد ان مفيش ليزر موجود علشان يبقى بديل عنها، فانت مضطر انك انت تعملها، انما غير كده مفروض لا ما تعملش. المنظار الجراحي دخل بعد كده بقى تاني حاجه في الليسته بتاعت. بالظبط. ايه المنظار الجراحي؟ المنظار الجراحي هو منظار بيستخدم التيار الكهربي، بيتحرك بين القطبين بتوعه، وبنخش عن طريق مجرى البول، بنبتدي نفتح طريق في البروستاتا. دايما كان بيستخدم في البروستاتا الحجم الصغير، بس ما بيقدرش يشيل كل الجزء المتضخم، عشان كده كان دايما عندنا نسبة ان احنا نحتاج تدخل مرة تانية عشان بيحصل نمو تاني للتضخم بتاع البروستاتا. ودي بنقابلها كتير، ان العيان يعمل عملية بالمنظار ويجي بعد سنة او سنتين ببروستاتا حجم كبير. لو كانت بروستاتا كبيره من الاول ممكن اصلا يحصل له احتباس بعد العمليه وما يعرفش يشيل قسطره ويحتاج يخش مره تاني عشان نشيله. كان مشكلته في الاول ان احنا المحلول اللي كنا بنستخدمه كان ميه مقطره، ماء عقيم يعني، فكان بيبوظ الالكترولايز بتاعت الجسم، عشان كده كان ليميتد لوقت معين حجم معين. عشان كده كان موجود لبروستاتا اقل من 80 جرام حجم صغير. بعد كده مع ظهور الليزر وابتدى يبقى في عندنا ان احنا نستخدم محلول ملح عادي، ابتدى برضو المنظار التقليدي يتطور، وبقى في حاجه اسمها ثنائي القطب البايبولر، بقينا نعمل بيه بروستاتا حجم اكبر شويه، بس برضو عندنا نفس المشكله ان احنا ممكن يبقى فيها نزيف بعد العمليه، ما بيتشالش كل الجزء المتضخم، ممكن نحتاج تدخل جراحي مره تانية. وكان دايما بيبقى عندنا مشكله ان ده في تيار كهربي بيتحرك في الجسم، فممكن ياثر على الاعصاب بتاعت الانتصاب، فكان في نسبه من العيانين ممكن يلاحظوا ان الانتصاب بعد العمليه بقى اقل من قبل العمليه. ده مع المنظار الجراحي. مع المنظار اللي بيستخدم كهرباء، المنظار الجراحي سواء المونوبولر او البايبولر. ثم جاء الليزر. ثم جاء الليزر، الليزر مش لسه جاي دلوقتي، الليزر ابتدى من سنه 98 99 ابتدى يبقى موجود، بس التكنيك نفسه ابتدى يتغير. اول نوع دخل هو الهولميوم ليزر. فده كان بيستخدم الاول ان احنا بنعمل بيه تبخير للبروستاتا، بعد كده لما الاجهزه بقت اقوى ابتدى نعمل تقطيع جوه النسيج بتاع البروستاتا، فبقى بيدي نتائج زيها زي المنظار، بس ساعتها ما كانش فيه السلاين كان بيستخدم. بعد كده ابتدى يبقى التكنيك اللي هو اكتر وضوحا ان احنا نعمل تقشير لكل الجزء المتضخم بتاع البروستاتا. يعني لو اعتبرنا البروستاتا زي البرتقانه، ما بنيجي نقشرها في قشره بيضة كده، اما نعرف نوصل لها بنعرف نفس البرتقانه سليم. ده اللي احنا بنعمله بالظبط، ان احنا بنخش عن طريق مجرى البول تحت بنج نصفي،
نفصل التضخم بتاع البروستاتا كله نوقعه جوه المثانة، بعدين عاوزين نخرجه بنستخدم جهاز اسمه مورسليتور بيشفطه ويفتته ويخرجه. بالطريقة دي ما بيحصلش نزيف لأن الليزر بيقفل الشرايين والأوردة بتاعة البروستاتا قبل ما بيفصلها، فبتقدر تشيل أسطرة بتاعة العيان بسرعة. يعني العيان أيا كان حجم البروستاتا بتاعته هيشيل أسطرة بتاعته إن شاء الله تاني يوم الصبح. فمدة إقامته في المستشفى يوم واحد ومدة الأسطرة 12 ساعة أيا كان الحجم التضخم، ما بيحتاجش نقل دم، نستخدم محلول ملح عادي زي اللي أي حد بياخده وريد لو دخل المستشفى، ما بيأثرش على القلب أو المخ. النقطة التانية اللي كانت موجودة عندنا في الجراحات التقليدية ان لو انا عنده حصوة كبيرة ما كانش ينفع نعملها، لا احنا الليزر الهولميوم ليزر فيه ميزة تميزة عن بقية انواع الليزر خالص، ان هو بيستخدم في تفتيت الحصوات. فانت بتخش تلاقي حصوة موجودة تقدر تفتتها تخليها زي البودرة وتخرج، بعدين تشيل التضخم بتاع البروستاتا. لو داخل في مجرى البول لقيت في ضيق في مجرى البول بتقطعه بالليزر نفس الجهاز، فانت عندك جهاز واحد بيستخدم في كذا طريقة. من اول ضيق من اول حصوه عندنا تضخم في البروستاتا ايا كان الحجم بيفصله مده اقامه قليله، مفيش مضاعفات ومفيش تاثير على اي حاجه، وعشان ما استخدمتش كهرباء فبالتالي ملوش تاثير على الانتصاب. فالانتصاب قبل العمليه زي الانتصاب بعد العمليه ما بيحصلش تاثير، وان كان بعض الناس بيلاقوا تحسن في الانتصاب مش عشان الليزر بيحسن بس عشان التضخم والالتهابات الموجوده في البروستاتا راحت فالانتصاب بيتحسن. نسبة الأمان الأنواع بتاعة الليزر عموما وعلى رأسهم الهولميوم ليزر هي أأمن طريقة موجودة طالما هي تتستخدم في العيان الصح وفي إيد الجراح المظبوط. لو أنت عملنا المعادلتين دول أي حجم بروستاتا يتعمل ما بيأثرش في أي حاجة لأن هو بيدخل جوه الأنسجة نص ملي، فبالتالي ما بيطلعش بره، ما بيوصلش الأعصاب بتاعة الانتصاب، ما عندكش نقل دم، ما عندكش أي كومبليكيشن خالص من استخدامه طالما العيان المظبوط والدكتور المتمرس. طالما والجهاز المظبوط. والجهاز المظبوط. أها. الهولميوم ليزر له دور كبير في المسالك حتى في تفتيت الحصوات. الهولميوم ليزر هو الوحيد اللي بيستخدم في تفتيت الحصوات لغايه وقت قريب قوي، يعني احنا كان الهولميوم ليزر هو الوحيد الموجود في الاستخدام ده، فبالتالي كان بيستخدم في حصوات المثانه، حصوات الحالب، حصوات الكلى، تستخدم فيها التفتيت بتاعه الحصوات. ابتدى مع الوقت يبتدي يظهر نوع ليزر تاني، كان عندنا نوع ليزر اسمه سوليوم، ابتدى يظهر حاجه اسمها سوليوم فايبر ليزر، ده حاجه لسه داخله جديد قدرتها على التفتيت اقوى كمان من الهولميوم ليزر، بس هتضطر انك انت لو هتستخدمه كمان في بروستاتا لا هو اضعف. فالهولميوم هو ممكن يديك الحل المثالي في الاثنين، لو عندك حصوات بس دخلت عليك حصوات ممكن تستخدم الجهاز الثاني، بس الهولميوم بيغطي كل حاجه. احنا بنستخدم الهولميوم ليزر كمان في الاورام السطحيه بتاعه المثانه وبتاعه الحالب وبتاعه الكلى. فلو دخلت لقيت ورم سطحي فانت ممكن تعمل له ازاله او تبخير باستخدام الهولميوم ليزر حتى لو هو في اي مكان، حتى لو على فتحه الحالب لو جوه الحالب، لان الامام بتاع نوع الهولميوم ليزر ما بيخشش عميق في الانسجه، فبالتالي التاثير بتاعه سطحي فما بيأديش لاثار احنا مش شايفينها. السؤال بقى دايما واضح من كلام حضرتك انه الاحجام بتلعب دور مهم جدا في القرار والعمر وسن السن، هل الهولميوم ليزر مناسب للاحجام المختلفه والاعمار المختلفه؟ هو الهولميوم ليزر مناسب لكل الاحجام لان هو طالما حصل تضخم فاحنا هنلاقي فيه بلين او مكان الليزر يقدر يشتغل فيه بين الجزء المتضخم وبين القشره الخارجيه بتاعه البروستاتا في الحجم في السن الصغير او في السن الكبير، فهو بيعمل ازاله كامله لكل التضخم. والميزه بتاعته عن الانواع الثانيه حتى المنظار العادي ان مفيش ارتجاع، يعني التضخم مش هيرجع مرة تانية خالص، ده حاجة موجودة في كل الجايد لاينز. والهولميوم ليزر من الحاجات اللي عليها ستادي وصلت لغاية 20 سنة مفيش نسبة ان يحصل ارتجاع تاني للحجم بتاع التضخم اللي موجود. التدخل المحدود كلمة فرضت نفسها بقوة في الطب في مختلف الفروع، في البروستاتا التدخل المحدود دور كبير، فانا عايز افهم هو بقى فيه دلوقتي اجراءات، لان زي ما قلت لحضرتك الهولميوم ليزر او المنظار العادي او الجراحه التقليديه هي بتشيل الجزء المتضخم. كان عندنا دايما مشكله ان لو العيان صغير في السن هيبقى في عنده مشكله حاجه اسمها القصف المرتجع، يعني هو وقت الجماع ساعه القصف احساس القصف نفسه موجود بس السائل المنوي بيرجع على المثانه وينزل بعد كده مع البول، انما الاحساس او اللذه بتاعه القصف موجوده. فابتدى ناس دلوقتي عملوا العمليات من زمان ابتدوا يقولوا طب ما فيش حل للموضوع بتاع القصف، طب ما ينفعش نرجعه مرة تانية،
ما انت كان ساعتها انت جاي ما انتش عارف تتبول اساسا، وكانت هي دي الطريقه الوحيده اللي كانت موجوده. فعشان ابتدينا نشوف عيانين صغيرين عندهم مشاكل، فابتدى يبقى في اوبشنز ثانيه موجوده، ان حاجه تقلل الحجم بتاع البروستاتا وفي نفس الوقت تحافظ على ان القذف يبقى في اتجاهه الطبيعي انه يخرج لبره. الحاجات دي ما بتشيلش التضخم بتاع البروستاتا، فاحنا بنقول للمريض من الاول انت خلي بالك ان عندك احتماليه انك تحتاج مع الوقت يتعيد نفس التكنيك ده مرة تانية، او انك انت تعمل ليزر بعدين عشان تشيل الجزء المتضخم بتاع البروستاتا، بس على الاقل بنبقى كسبنا له شوية وقت. انا هقول لحضرتك بقى المعتقد وتصوبه لي عشان ده في دماغ الناس كتير. اول معتقد انه جراحات البروستاتا قد تؤدي الى الاصابة بضعف جنسي. الجراحات التقليدية القديمة اللي هو بالذات استخدام المنظار العادي اللي بيستخدم الكهرباء، كان بيحصل انتشار للتيار الكهربي، فكان في نسبة معينة ممكن يحصل لهم ضعف جنسي بسبب استخدام التيار الكهربي. الموضوع دوت مع الليزر أو مع التدخلات المحدودة للبروستاتا اللي بتقلل الحجم، المعتقد ده المفروض ما يبقاش موجود. الناس بتعتقد انه انت تقلل المريض، انت عندك تضخم بروستاتا النهاردة، كمان فترة كده هيتقال له انت عندك ورم في البروستاتا، تضخم خطوة للورم. هما دايما دي نقطة بتقلق الناس، التضخم ملوش علاقة خالص بالورم. يعني ممكن عيان يجي بيشتكي من تضخم، اما نعمل الفحوصات بتاعته الطبيعية نكتشف ان هو عنده ورم بقاله فترة طويلة، بس التضخم ما بيقلبش ورم، لان احنا التضخم والورم الاتنين موجودين في مكانين مختلفين. لو احنا اعتبرنا بروستاتا زي البرتقانة، فاحنا التضخم هو قلب البرتقان، الورم بيجي دايما في القشرة الخارجية، نسبة قليلة قوي ان الورم يكون موجود في الجزء اللي في الوسط. واما بيكتشف بيكتشف بالصدفة، اما بناخد العينة ونبعتها انها تتحلل نلاقي فيها ورم، انما نسبة ان التضخم الحميد يتحول لورم لا، ده مرض وده مرض، ملهمش الاتنين علاقة ببعض خالص. ممكن يبقى عندي تضخم حميد وعندي ورم، وممكن يبقى عندي ورم وما عنديش تضخم حميد. على حسب، يعني مثلا في الدول الغربية الاورام بتاعت البروستاتا ليها جزء وراثي كبير جدا، ليها علاقة بالأكل، بنلاقيها في سن صغير 40 و45 سنة يبتدي عندهم أورام، ده سن لسه ما حصلش فيه تضخم أصلا. فالاتنين مش مربوطين ببعض. ده مرض وده مرض تاني خالص. ده مرض وده مرض تاني خالص. المعتقد المشهور في دماغ بعض الناس، هتعمل جراحة في البروستاتا القدرة الإنجابية عندك هتتأثر. القدرة الإنجابية دايما العيانين اللي عندهم أعراض تضخم في البروستاتا دكتور أيمن دول عيانين كبار في السن. يعني الطبيعي اللي احنا كنا بنشوفهم هم عيانين 50 و60 سنة، فهم الاهتمام بتاع الانجاب مش موجود، بنشوفه اكتر في اهلنا العرب اللي بيجوا من دول عربية، ان هو ممكن يكون عنده اكثر من زوجة، ممكن يكون لسه متجوز وهو سنه كبير، فيبقى هو عاوز يحافظ على القذف. عشان كده التدخلات المحدودة زي الريزيوم مثلا بقى ليها دور دلوقتي، ان احنا هنعالج لك التضخم اللي موجود بس هنحافظ لك على القدرة الإنجابية بتاعتك. كان زمان لو هو حجم البروستاتا كبير جدا ومش هنقدر نشيله أو نعمل أي حاجة، كان بنستخدم بنجيب البول اللي بعد القصف ونعمل له تدوير وناخد منه السائل المنوي يتحقن في الزوجة. دلوقتي لا، ممكن لو عيان مهتم ان هو يحافظ على القصف بتاعه والبروستاتا بتاعته كبيرة ما ينطبقش عليه التدخلات المحدودة، ممكن نعمل له ليزر بس نحافظ على جزء من أنسجة البروستاتا جنب الجزء اللي بيحصل منه القذف فيحصل قذف. لو عين صغير في السن والبروستاتا بتاعته مش كبيرة بنستخدم تكنيك تاني اسمه ريزيوم. ريزيوم ده احنا بنحقن بخار جوه النسيج بتاع البروستاتا، احنا ما بنشيلش حاجة في التضخم، عملية بتتعمل ببنج نصفي أو ببنج موضعي، خش عن طريق مجرى البول، بنستخدم هاند بيس معينة بتحقن بخار بدرجة 70 درجة مئوية لمدة 9 ثواني. على حسب حجم البروستاتا بنحقن كام نقطة بنحتاج ان احنا نحقنهم، اما بنحقنهم دوت بيخلي النسيج بتاع البروستاتا يتغير طبيعته والجسم يمتصه، فتبتدي القناة نفسها بتاعت البول مجرى البول اللي هو موجود جوه البروستاتا يبتدي ينكمش، بس البروستاتا موجودة. ده بيقلل الحجم، يحسن اندفاع البول، بس في نفس الوقت بيحافظ على القذف وان العيان يشوف سائل منوي يحس باللذة هي، بس بنقول له خلي بالك ان احنا هنحط قسطرة فترة اطول. يعني مثلا عين الليزر بيشيل قسطرة بتاعته الصبح، عين الريزيوم لا، انا هحط لك القسطرة يوم لكل 10 جرام، فانت بروستاتك 50 جرام هنسيبها 5 ايام، اكتر من كده هنقعد اكتر من كده. اما نشيل قسطرة انا بقول له هتكرهني في اول شهر بعد العملية عشان تحس ان دفاع البول بتاعك بقى اسوأ من قبل العملية،
بس بعد الشهر ده هيبتدي البروستاتا تنكمش، اندفاع البولي يتحسن، الاعراض كلها تتحسن، وفي نفس الوقت هتبقى اكسبت ان القذف بتاعك يفضل موجود، بس تخلي بالك انك ممكن قدام نحتاج تدخل مره تانية. فطالما العين اتشرح له وهو قابل ان هو ياخد الميزه دي مقابل السايد افكت ده، بنبروسيد في الموضوع. هو سايد افكت مش سايد افكت، يعني ده الصفات الصفات بتاعت العلاج. اخر معتقد او من ضمن الحاجات اللي برضو بيفكروا الناس فيها، انه بعد الجراحه ممكن يحصل سلس بول، البول يسيب منه. برضو في الجراحات التقليديه كان بيحصل كده، كان بيحصل في الاحجام بتاعت البروستاتا الكبيره، بس دايما حيك السلس البول اللي بيحصل حاجه اسمها ستريسنج كونتنس، يعني سلس اجهادي بيحصل في الفتره اول شهر شهر ونص بعد العمليه، كح، عطس، غير وضعه، كان نايم، وقف، قعد، عمل حركه مفاجاه، ممكن يفوت منه نقطه. ده لان البروستاتا كانت قافله قدام المثانه، فالصمام بتاع البول بتاعنا اي عضله ما بنستخدمهاش بيبقى ضعيف، فبنمرن العيان يعمل نوع تمرين اسمه كيجل اكزرسايز بيقوي عضلات الحوض ويقوي الصمام بتاع البول فيتحسن. برضو مع التدخلات المحدوده ابتدى ان احنا الموضوع ده، لان احنا سايبين البروستاتا فنسبه ان يحصل كده قل. حتى التكنيك بتاع الليزر نفسه في البروستاتات الكبيره التكنيك نفسه اتغير، بقينا بنحافظ على جزء من الانسجه اللي مغطيه الصمام بتاع البول، فابتدى الموضوع بتاع السلس البولي ده ما نسمعوش خالص. يعني كان الاول ممكن العين يحصل له شهر شهر ونص، دلوقتي ممكن من الاسبوع الاولاني ما بيبقاش فيه اي مشكله خالص. هنسمع احد مرضاك، يعني انا بحب اسمع كلام المرضى، ده ربما يكون جمله فيها بلاغه عن كثير من الحوارات اللي احنا بنقولها. تعالوا نسمع مع بعض. عم حبيبي، انت كان ايه اكتر حاجه تعب حضرتك قبل العمليه؟ انا اللي كان متعبني الحقيقه كثره الذهاب للحمام. حتى بتصحى كم مره بالليل؟ بيصحى اقل حاجه 3 مرات في الليل. 3 مرات تمام، وخاصه فتره الشتاء. تعمل كميه كبيره ولا كميه صغيره؟ كميه صغيره. لو حضرتك مزنوق في البول بتلحق توصل ولا ممكن يفوت منك؟ والله في فصل الشتاء احيانا كان ممكن يفوت البول، ممكن يسبقك البول. كان في اي تاثير على الانتصاب او اي حاجه بسبب اكيد اكيد اكيد؟ واحنا بعد حتى مع العلاج حضرتك بتحس ان العلاج مش جايب نتيجه كفايه؟ نعم. احنا العمليه اللي احنا عملناها ان احنا شلنا التضخم بتاع البروستاتا بالهرمون ليز. نعم. حضرتك تقدر تقول لنا وقت العمليه حضرتك حسيت باي تعب وقت العمليه؟ ابدا والله ما حسيت. فكان البنج يعني نص، هو كان بنج نصف كده. أيوة. كان قدام حضرتك العمليه وهي بتحصل بتتفرج على شيء، بتتفرج على العمليه؟ لا والله ما في بالي ان انا اتفرج عليها كده، ما اتفرجش عليها. احنا القسطره قعدت 12 ساعه اللي هو اليوم اللي عملنا فيه العمليه، ثاني يوم الصبح شلنا القسطره. نعم. نعم نعم. ومن بعد ما القسطره اتشالت حضرتك شايف ان اندفاع البول بتاعك رجع للطبيعي؟ رجع للطبيعي، بدليل ان لما قبل العمليه كان سرعه القذف يعني 7.4 سرعه التبول. سرعه التبول ده اندفاع البول بتاع حضرتك اللي هو قبل العمليه كان 7.4 مللي في الثانيه. نعم. بعدين صار 13.8. واحنا دلوقتي بتاع النهارده ده طالع 18، يعني 18.1 بالظبط. يعني دول كده ده شكل اندفاع البول بتاع حضرتك اللي فوق ده بتاع قبل العمليه. نعم. اللي تحت ده اندفاع البول بتاع حضرتك بعد العمليه. نعم. وحضرتك حاسس بتحسن يعني انت جدا؟ ما لناش علاقه بالورق، احنا نعم حاسس ان رجعت لي عافيتي لعشرات سنين فاتوا. هذا الحوار بعد اجراء عمليه بكم يوم؟ 11 يوم. ده هو عم حبيبي عمل العمليه والتسجيل ده كان بعد 11 يوم من العمليه. اها. هو البروستاتا بتاعته كانت في حدود 100-120 جرام، عمل هولميوم ليزر، وبعدين بتابعه أنا بعد أسبوع من العملية أتأكد أن هو أموره كويسة. ده معمول بالتكنيك الجديد اللي هو بيحافظ على أنسجة حوالين الصمام، فبالتالي هو ما جالوش أي أعراض سلس بولي بعد العملية. أول يوم يومين بعد العملية بعد ما نشيل القسطرة، بعد كده هو متحكم عادي وما عندوش مشكلة لا في الصلاة ولا أي حاجة خالص يعني. انت اسعدتنا بهذه الزياره، ربنا يخليك. سعاده كبيره جدا، واسعدتني بهذا الحوار العلمي الراقي جدا التفصيلي اللي انا في اعتقادي انه مش بس مفيد للمرضى، هو مفيد للدكاتره الشباب اللي داخلين مجال المسالك، وكمان غير الدكاتره الشباب اللي متخصصين في المسالك، انه لازم كل فروع الطب تبقى فاهمه كويس جدا صفات البروستاتا ومشاكلها. يعني عندنا مثلا في الغدد، يعني لما مريض السكر يجي من لازم افرق بين اعراض السكر الكلاسيكيه وبين اعراض البروستاتا عشان اعرف اوجهه، لانه ممكن يقول لي اعراض
كانها اعراض سكر لكن هي اعراض بروستاتا، ودي تتلخبط كتير من المرضى. انا سعيد جدا بهذه الزياره، ويعني في اغنيه لفيروز اسمها زوروني كل سنه مره، كل سنه مره. فطبعا الدعوه مفتوحه باستمرار، وشرف كبير لينا دائما وجودك معانا، ويعني شرف لي كل الاسره الطبيه، العمل الجيد الجاد المجتهد العلمي الراقي جدا سواء اكاديميا او علميا في المؤتمرات اللي بتابعها، ما شاء الله جهد رائع جدا، فبشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك دكتور ايمن، انا متشكر جدا حقيقة على الاستضافه، شكرا جزيلا. ضيف العزيز واحد من ميجا ستار عالم البروستاتا على المستوى الاقليمي والعالمي، الاستاذ الدكتور انمار محمد حبيب، استاذ جراحات المسالك البوليه ومسالك الاطفال كليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، زميل جامعه ماكيل الكنديه، كان ضيف في فوق العاده، وواحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، مرجعيه مهمه جدا لواحد من اشهر الحالات المرضيه المنتشره في الوطن العربي وفي مصر وفي العالم، تضخم البروستاتا الحميد. يبقى الحوار مستمرا في القادم فيما يتعلق بامراض البروستاتا وضيفي العزيز. نورت يا دكتور. ربنا يخليك دكتور ايمن، شكرا جزيلا. مع الدكتور.